بهذا اليوم كلنا معلقين آمالنا عليك. أنا بتمنى من كل قلبي أنا ولكي نقدر بهاي الفترة الصعبة إنه نصلح كل المشاكل وكل شيء صعب بحياة عائلتنا. أها تعرفي كمال؟ تمنيتي نفس الشيء اللي كنت حابب إني أتمنى. قصدي إنه أنا أجيت لأتمنى لكل اللي بعائلتنا إنهم يلاقوا السعادة والفرح بحياتهم. وكمان أنا اليوم كتير محتاجك جنبي. بالنهاية الموضوع بيتعلق بحياة أختي. كمال أنا كمان مزعوج على فاردان مثلي. لازم تفهمي ما عندي حل تاني. أنا حاسس حالي مسؤول عن سعادة أختي كأخ. كل الليل وأنا عم فكر يا لكي وبعرف إنه عم تعمل واجبك كأخ. هلأ أنا رأيي غير رأيك بهالشي ومو كتير بوافقك الرأي بيلي رح تعمله، بس هالشي ما بيعني إنه أنا ما رح أدعمك بقرارك. لا تاكل هم بنوب، أنا معك شو ما قررت وكل شي رح يكون منيح، بس لازم توثق بحالك. ماشي كومال، أنا رح أروح هلأ ورح أعمل كل الترتيبات هنيك. والمساء الكل كمان رح يعرف مين اللي اخترت لبراغيا ليكون عريسة. يا أخي كاملة، أنا فهمان كتير منيح اللي عم تمرقوا فيه. أنا ومالتي كمان آكلين هم هذا الشي. يا أخي أنت معك حق تنزعج وتزعل من هالشي، أبظن أنه نحن سمعنا بهيك شغلات بتصير بس بالمدينة، بس اليوم نحن عم نشوف حالة انفصال عم بتصير بعائلتنا، لهيك هالوقت كتير صعب علينا كلياتنا. يا أخي أنا ماني عم بفهم أي شي بنوب ولا شو لازم أعمل هلأ. أنا برأيي إنه نحن لازم نفكر شوي بقرار أولادنا. نحن حكينا وعملنا اللي منقدر عليه، خلينا نشوف شو رح يقرروا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.